حول تأثير القرار الروسي إذن على أسواق الطاقة، ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة البريطانية لندن محمد يسلم الفلال الخبير الاقتصادي. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بحضرتك. هل تمتلك روسيا اليد الطولة في إدارة هذا الملف، الملف الخاص بالطاقة وأسعار النفط والغاز، ولا تتعامل بمنطق ردات الفعل؟ أهلا أخي الكريم، غدا السؤال وارد، لأن أوروبا تحاول ما يعرف بالاقتصاد باحتكار المشتري، وروسيا تحاول احتكار موقف احتكار البائع، وكلهما لا يملك تلك القوة، لأن النفط سوق عالمية وأوروبا ليست هي آخر مشتري بالعالم. ولكن هذا القرار مهم بالنسبة للسياسة الروسية، لأنه هو تحصيل حاصل من الناحية الاقتصادية البحتة، لأن العقوبات على كل حال ستدخل حيز التنفيذ الخامس من بداية فبراير إن شاء الله 2023، وبالتالي هي حركة سياسية حسب وجهة نظري أكثر منها وتعني الاستهلاك الداخلي لروسيا. لكن على مستوى التعامل على أسعار الطاقة، هل تنظر روسيا بعين الاعتبار لمستقبل القرارات الأوروبية التي يمكن أن تتخذ، أو حتى إلى القرارات التي اتخذت المرتبطة بالسقوف السعرية لأسعار النفط والغاز، ولا هي تدرك أن أوروبا ستلجأ لها إن آجلا أو عاجلا؟ لا أظن أن الروس حالا يفهمون أن القرار الذي أخذه الأوروبيون هو قرار استراتيجي طويل الأمد، وأن الرجوع للوراء ولو في حالة نهاية الحرب لن يعتمدوا على المنتجات الروسية كما كان عليه الحال سابقا. ولكن من ناحية السوق النفطية، حسب جميع الأرقام التي تتداول مؤخرا والأرقام التي عندنا في المكتب أيضا، أن العرض لن يتأثر كثيرا إلا في حالة مشاكل كبيرة بإيران أو بليبيا أو بالعراق. لكن روسيا نفسها ستخفض من إنتاجها خلال العام المقبل بنحو 500 ألف برميل أو أكثر، ولا يعلم ما الذي يمكن أن يقدم عليه تحالف أوبك بلس تحت المظلة الكبرى. أظن أن قرار نقص وتخفيض الإنتاج يعتري الوفاق مع أوبك بلس، لأن هذا القرار لا تمتلكه روسيا فقط. فعلا هناك المشكلة، لما قلت أن العرض سيكون أكثر من الطلب، هذا لعدة عوامل خارج نطاق الحرب فقط، لأن هناك انكماش في الاقتصاد العالمي، وهناك خفاض في الطلب، وهناك أيضا حسب الأرقام التي عندنا في المكتب أيضا أن توقعاتنا أن الصين لن ترجع إلى نشاطها المعتاد على الأقل حتى نهاية الفصل الثاني من السنة القادمة. طيب، لكن في ضوء هذه المحددات، أليس أولى بروسيا أن يعني تهدئ قليلا من روعها، لأنها قد تحتاج إلى المستهلك الأوروبي، قد تحتاج إلى الزبون الأوروبي، لأن الاقتصاد الصيني إذا ما عانى من بعض المخاطر المستقبلية، الهند لا يعلم أيضا مآلات الوضع الاقتصادي فيها، سيكون حتما على روسيا أن تدفع بمستهلكين جدد. فعلا هذه نقطة مهمة، لأن من المعروف أن العملاء ليسوا بنفس الطاقة ولا بنفس الاستهلاك، لأن السوق الأوروبية سوق مهمة وسوق متقدمة ولها ومستهلكة، وعقودها عقود تحترم دائما، وبالتالي مهمة بالنسبة لروسيا وبالنسبة لمنتجي البترول بصفة عامة بالعالم والغاز. روسيا تعلم ذلك، ولكنها تعلم أيضا أن الأمور تغيرت، وأن الخريطة الطاقية بالعالم تغيرت، وأن الاستراتيجية الغربية واضحة بهذا. هناك ثلاث نقاط مهمة: الغرب ما يبحث عنه هو تقليص مداخل روسيا عن طريق مجموعة من الإجراءات، وثانيا هو مواصلة عدم توقيف تدفق الغاز البترول والنفط في الأسواق العالمية، وهذا ما يقبله ايضا الهنود، الهند والصين يقبلونه، لانهم يجدون الاسعار اقل من 55 دولار، وهذا ثمن يخالف بكثير ما يدفع في الاسواق العالميه حاليا. في قطاع النفط والغاز على السواء،
أخذا في الاعتبار هذه المعطيات اللي أشرت إليها حضرتك، هل على الطرفين، على أوروبا، على المستهلكين الأوروبيين الذين كانوا مستهلكين وزبائن أساسيين لمصادر الطاقة الروسية، أن يتعاملوا مستقبلا وكأن طلاقا بائنا قد جرى، ولا هناك عودة حتمية براغماتية بما يحقق مصالح الطرفين في المستقبل؟ شخصيا لا أظن، ذلك. أظن الغاز هناك اعتماد قوي على الغاز الروسي، وخاصة من طرف ألمانيا، لأن كما تعلمون الاقتصاد الألماني والصناعة الألمانية بنيت على طاقة رخيصة، وبدون تلك الطاقة الألمان حالا في مشكلة، خاصة في قضية الغاز، لأن الغاز له علاقة بالكهرباء، وهذا هو ما هي المشكلة الحالية في سوق الكهرباء الأوروبية التي تجد مشاكل، يعني كما تعلمون الكهرباء سعره مسقط في أوروبا، ولكن الغاز غير مسقط، وبالتالي هذا خلق مشكلة كبيرة بالنسبة لنجاعة وعمل سوق الكهرباء، ومثل أيضا مشكلة بالنسبة للصناعة الألمانية. فعلا هذا من ناحية الغاز، ولكن من ناحية البترول أظن أن البترول والنفط سوق عالمية، وهناك منتجين آخرين. ما سيحدث هو أن النمور ستتحول، روسيا ستبيع أكثر للصين وللهند وللدول الأخرى في آسيا وفي بقاع العالم الأخرى، والشرق الأوسط والولايات المتحدة ومنتجين آخرين سيبيعون لأوروبا. فعلا هذا، كل هذه العمليات عمليات تضخمية، لأن الروس قريبة من أوروبا وأسعارها كانت جيدة، وحتى أنواع السلع الروسية، الغاز الروسي، غاز جيد. هناك مليارات الدولارات أنفقت في البنية التحتية في نورد ستريم 1 و2 للتعامل على الغاز الروسي، ومكلفة للغاية. شكرا جزيلا لك من لندن محمد يسلم الفلالي، الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر سكايب. أشكرك، شكرا جزيلا.